هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه من الضروري الحفاظ على المعابر البرية إلى غزة وزيادتها. أضاف بلينكين أنه يجب توزيع المساعدات بشكل أكثر فاعلية على الأشخاص الذين يحتاجون إليها، وقال إن واشنطن تركز في اللحظة الحالية أيضا بشكل مكثف على معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار. جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لإنشاء ممر بحري للمساعدات من قبرص إلى القطاع المحاصر.